السلام عليكم. عليكم السلام يا دولة. يلا ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، جواب بيزغزغك قوي يعني يخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقراه دلوقتي وتعرف وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة، عادي يا عم. وبعدين مش انا هنا هون يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي؟ الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة يا عم، يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني. اقرا يا دولة، اقرا وهتعرف دلوقتي. اقرا واعرف ولا؟ أنت عرفت الكلمة دي وما دام أنت بتقول لي اقرا وهتعرف يبقى أنت أكيد قريت، أنت قريت الجواب ده يا رمزي. يا دولة، يا دولة وربنا ما قريته يا عم، أنا سمعته بس. سمعتوا ايه؟ هو سيدي مبعوب جوه؟ لا يالا ولا، انت مدام ضحكت او كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجه اذيه ليا، صح؟ صح ان شاء الله. صح صح ان شاء الله. في ايه يالا؟ في ايه يا دوله بقى؟ بص، لو مكسل تقراه يا عم هروح ابعت للواد فتله يجي يقراهولك. ده هو قراه زي البرابانت في القهوه قدام الناس كلها دوله، والناس قعدت تسقف وتضحك، ده انا سايبهم بيضحكوا دلوقتي على القهوه. يخرب بيتك، انت بتخلي جوابات الشخصيه تتقري في القهوه يالا، انت اتجننت. طب وايه يعني يا دوله؟ عادي يا عم، ما الواد فتله وحته صبيان المعلمين كلهم بيقعدوا على القهوه ويقعدوا يشتموا بقى المعلمين ويقعدوا. امال يعني المعلم او انت؟ لا ده لازم يتشتم يا دولة ويتقطع فروته. اه وبعدين انت يا دولة سيد المعلمين. يا سلام، بتشتمني وبتثبتني في نفس الوقت. يا ده ايه الحلاوه ده؟ انا هبهدلك النهارده. اصبر اصبر. يا دولة بقى والنبي بقى ما تقطعش عليا ضحكي يا عم بقى. اقعد اقعد يلا، اقعد اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اضحك. ويا دولة والنبي ركز شويه على الكوبليه اللي هو بتاع وسأأتي قريبا. سأأتي قريبا بتضحكك. يلا قول يلا اطلع بره. يلا اطلع بره. ماشي انا افرجك. ايه ما ربيتك يا رمزي؟ ماشي يا دولة. انا الحمد لله بقى ان انا صورت 50 نسخه، 49 نسخه وزعتهم على القهوه على الناس والبازارات، ومعايا النسخه مشفره يا دولة. اطلع بره بره. استغفر الله العظيم. وسأأتي قريبا. ماشي يا رمزي ماشي. يا نهار اسود، سقاتي قريبا سقاتي قريبا. بابي جاي، الحمد لله، سندي وعزوتي جاي. عارفه يا ياسمين، بابي جاي. ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شويه بنجر بتينو من البلد دي. فشرتي يا اللي من غير بابي. يا قلبي، انا حاسه باليتم، انا يتيمه. ايه يا ستي في ايه؟ يتيمه؟ انت جايه تكتشف النهارده انك يتيمه؟ الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسه باليتم اوديكي ملجا يربوك. وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه ماليش دعوه، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. اه وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريت لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتورة التحاليل. حاضر. بصي بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شاريهوله بفلوسي لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. ده بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي دي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان، المحب لكم دائما جد رواش.
ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه او نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب، والكذب حرام. بص يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كذب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كذب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جه ده اولاد اولاد التربيه. ماشي. ايه ده، هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على ترابيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما، حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايد وخلع لك سنتين، جاي النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، نقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى يا ماما؟ هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه انا جالي الحل. خالتي سميحة بتاعت امبابة دلوقتي هي قاعدة لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا، بيحبني انا اكتر منها يا ماما. اسره بيحبكم انتوا الاتنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحة بتاعت امبابة، يجي هو من المغرب على خالتي سميحة ويقعد عندها هناك وما يجيلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمة وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقة دي. وات بابي؟ بلجو بيش اقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا، يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله. نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي، يعني بصوا مش ناقصين مشاكل بينكم من بعديكم، كفايه المصيبه اللي جيالي، كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا نعم مفضل. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 ورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. طيب بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكرة بقى نبقى نتكلم في الحكاية دي. عادل انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير، تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو الراجل جدك ده غني للدرجة دي؟ الراجل عمره يجي 100 سنة، وفي الحقيقة العلمية مفيش إنسان باستطاعته أن يعدي حاجز 100 سنة في الحقبة التاريخية الحالية. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. ايوه عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجة. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم يا دولة.
خد شد لي التلغراف ده. لا يا دول انا مش هقدر اشد يا عم. بص انا دراعي خد لين من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دول. وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دول. دول هو قال جدك دون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دول؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحه يعمل له من 65 ل 90 سنه. طب دول هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجي له يعني. مين بقى اللي هيجي له؟ انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دول اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجة، ولا حاجة مصبرين عليك. اطلع بره يا رمزي، اطلع بره، ابعد عن وشي، اطلع بره. طيب يا عم بقى خلاص. دولا هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني؟ ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بره، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجة. سأأتي قريبا، سأأتي قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنتوا تتوهوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بات عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي من وسعها يا ماما، يلعب فيها كوره ويقسم ويباظ ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انت اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كورة وبيلعب كرة سلة وبيلعب كرة باسكت، فظيع فظيع فظيع. غير بقى الإيقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحة العادية طبعا، دي أنشطة كتير جدا. ماما 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 على فكرة انت مش زعلانة عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط؟ لا انت زعلانة عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالته في مشاكل بينكوا. صح صح يا ماما، حتى بالامامه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنة. عشان خدت السلسلة القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبة السعيدة دي عملت لكوا عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوباية واحدة ليا. دولا حبيبي حبيب قلبي، ازيك يا دولا؟ يا الواحد تعب من طلوع السلم، ازيك يا دولا؟ انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولا. لا يا لا اللي في ايدك التانية يا غبي. لا يا دولا دي بقى الشنطه الصغيره اللي جدك رواش قال لي خد طلعها يا دي رمزي، وانا هطلع الشنط الكبيره بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخه باين عليك. يا يعني ايه خيخه دي يا دولا؟ خيخه؟ خيخه دي كلمه محدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمه، بس بالنسبه لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي اخيرا سيلتقي الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ملوش خير في اهله، ملوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول انا عايز احضر اللحظه التاريخيه دي يعني يا عم بقى، لحظه وصول المومياء. بعدين يا جماعه على فكره يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا اي حاجه، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعه ان انا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين ايه لقيت ضميري صحي وقال لي ايه يا عادل انت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي ده جدك يلا، يعني الجذور يعني الاصاله يعني العراقه يعني الكرامه يعني ابو امك. يعني انا يعني انت يعني على بطنها تنور على صدرها تنور. اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان الميراث. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا رانيا يا رانيا انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيفي في فرنسا. يا دولا والنبي ابقى خدني معاك يا دولا. ها بس ابقى اقطع لي الفوزيتا يا دولا يا نقلو. ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا.
العاشرة مساء، والست المصونة والجوهرة المكنونة مراتك لسه ما شرفتش. يمكن حتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتأخروا بعد الساعة 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى كل واحد يحط لسانته في بقه، البنت بتاعتي واخدة اذن مني. واخدة اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحة الجامعة، رايحة تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. ما حدش اتكلم، انا هتصرف. الحياة بقى لونها بمبي، وانا جنبك وانت جنبي. جنبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فترة مسائية ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحة كنت بكذب، بس كذبة بيضة. مش كان بامبي من شوية؟ هو لا ابيض ولا بامبي. سناء شوفي لي لون كذبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلص يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة، وريحة البرفيوم اللي طالعة وناشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تدلقي وانت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ راح تجيبي عيش واخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. كنت ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرف لي كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا 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 اوكي 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 اوكي، انا هتعرف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله، فضولي ولا اقول لكم؟ خليكم احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا هي محطة لسه بادية، فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعا كمذيعة. يا سلام، واي واحدة معديه في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، انا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جدا، ولعلمك بقى انا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر ناشط فيها. عنصر ناشط في الإذاعة؟ يعني كنت ايه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بيبي بليز، انا محتاجك دلوقتي اكتر من اي وقت فات، انك تعضدني وتساعدني اطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرت له سلمه، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها تعالى صلحها. هي يا عادل بقى بليز ارجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شويه تحطم في طموحاتي. طموحاتك ايه؟ انا مش فاهم. كل شويه يا رانيا يعني ارحميني، كل شويه تطلعي لي بافتكاسه. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف. انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني 10. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك في ايه؟ انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات، على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا، ومحتاجه فيها شويه جمهور، ومحتاجه فيها بصي اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صورة عائلية، صورة للذكرى. صورة عائلية. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافيا، ركز في الفيديو. راني خليك واقفة هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجة. اوكي اوكي. مساء الخير. ليه؟
حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ صور معاك بمناسبه ايه؟ صاحبي، قريبي، اخويا اللي اتحبس. الف سلامه، ان شاء الله يخرج بسلامه باذن الله. انت فاكرها صوره هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا استا؟ ميكروباص بتاع الوجيعه، هم حجزوه عشان عليهم خلافات. طيب ما دي حاجه كويسه قوي. حضرتك احنا ممكن نعرض المشكله بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد. عارف اللي واقفه هناك دي؟ دي الاستاذه المذيعه الاستاذه رانيا. وانا الاستاذ حمادها مدير عام الكاميرا دي وبشتغل معاها. اهو اتعرفت بالناس كلها. يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. الف لا باس يا اختي، واحد ينزل لقبله المذيعه حته. انا سواليت عادل. عادل مرتبكه؟ مرتبكه عادل مرتبكه يعني؟ طب مكياجي مظبوط؟ المهم ظبطي عقلي. ظبطيها. خش 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 خش. شعري 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 حلو. هايل هايل، عندك جل يكفي خمس ستات. يلا خش. ما تخلصونا يا اخوانا. الشيشه حته. انا يا استاذ. معقوله يا استاذ حمادها؟ يا استاذ حمادها الشيشه ايه اللي انت عايز تشربها؟ ما ينفعش اثناء الشغل يعني حضرتك، هتصور ازاي؟ هو انا يا ابني اللي بصور؟ احنا مجرد اسباب. دي كاميرا فيها زر، تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهه نظرك. طب دولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه هنكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا، خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهاردة أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك، شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليد ستيبن أول فيصل. أحب أصلح الملحوظة اللي قالتها الأخت المذيعة، أنا مش سروجي، أنا سائق ميكروباص. وبابي الأستاذ ستيبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ إيه العفشة اللي جاية تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجة حضرتك، دي يعني أصل هي مذيعة كوميدي يعني، واعتبرها زي أختك يا سيدي، عادي جدا. مش ممكن أختك تقول لك مثلا تكلمك أي كلام فارغ يعني، أنت تقول لها اعملي لي شاي يا أختي مثلا، فهي تقول لك هو أنت أكتع ما تعمله لنفسك. مش بيحصل؟ بيحصل صراحة. خلاص اعتبرها زي أختك يعني، ما حصلش حاجة. الشيش يا ابني. حاضر يا أستاذ. معقولة يا استاذ حمادها؟ ما ينفعش. معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت، انت ابن حلال. يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. إيه ما كنتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا؟ ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زرايا؟ خلاص يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ ستيب. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس اشتغل سواق على ميكروباص ترس هرم. في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية، بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع عمنا عمرياضي إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير، ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فكة يا أختي. يا سلام، هات لي بالي، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على أول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجة عندي. يا أستاذ وليد، يا أستاذ وليد اهدى حضرتك يعني، هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع يعني، زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل إن شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. إذا كان كده ماشي، بس أنا عاوز أتكلم عن مشكلة الكنبة الورانية. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبة الورانية تلاتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الكنبة الورانية أربعة. ما تعاندش وما ترخمش، الكنبة الورانية تلاتة وإلا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا أستاذ يا أسطى معلش يا رانيا، يا رانيا النفر الزيادة ده أنا أدفع عنها يا ستي. يا عادل أنت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني، انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش ده اللي بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها. ها
هات شايل اللص عشان يعديها يا ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن. وبالنسبه للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشه اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها، ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبه اكسجين؟ وايه المشكله؟ المشكله ان انت تجيب انبوبه اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم. ايه هنصرف عليكم بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يا، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمه بالاصفر اللي لابسهولي ده؟ اوعى يا تاكسي، اوعى يا رانيا. يا رانيا يا رانيا، حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى، ما يجراش حاجه يعني، زي اختك برضه. زي احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت انا حمار مطط حيوان؟ لا 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 حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحط حد بالبتاع. بقول لك ايه، عادي طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني عادي. واحد تاني؟ واحد تاني ايه؟ واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقولك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتبه انا اللي هصور يا دول. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. مستقبلي الاذاعه ضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسينات. بص يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي. انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. اتفقنا؟ اوكي. مظبوط شعري. اوكي اوكي. طب خلاص خلاص اوكي. يلا وان. اعزائي المشاهدين، من احد توابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في شغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك اكتر بدل ما انتي متدهوله ومتحببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر. هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكله الحقيقيه. المشكله مش في العيش، المشكله في اللحمه والخضار. انا اقتراحي عليكم ان احنا نعمل طابور للحمه والخضار. معنا نموذج اخر حضرتك. لا 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 نو جامي، انا مش معقول ابدا اكل الرغيف العيش ده بلديوم خالص. انا بشتري العيش ده علشان انا اكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقوله؟ معقوله حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور. اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي هتكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهه نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه ايه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه
هات لنا كل يوم 10 ترغيفه من الفرن. بصي الادويه بصي الادويه يا اختي. ما تاخذنيش يا مضطرين ننظف طبعا. وده اندماج ما بين وزاره الصحه ووزاره الاسكان. هنشوف نموذج رابع معانا او خامس. انت فين؟ وانت يا بنوته يا اموره يا حلوه اللي موقفه في طابور العيش؟ مش انت اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرانين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوه دي يا بتعجن في الفجريه وديك بيدن كوكوكوكو الاسطاعتية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال النشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا الاسطاعتية. وحضرتك انت؟ وانا اديك كوكوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده؟ انا ما خدتش الحصه، انا ما خدتش الحصه. انت جاي الساعه كام الحصه يا سبعة الصبح؟ يا ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت هو انا مش عايزه اعمل اوعه، انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده هو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني ده الست الجامده دي؟ ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا؟ ما تقفرش جامده جدا. عايزه اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني. وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني. وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساعات، ده الرغيف ابو 5 ساعات، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه. بص حضرتك ده قد ايه؟ وبص حضرتك ده قد ايه؟ فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباسه من ورا الحكومه. فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال، احنا بنبيع 3/4 الدقيق في الخباسه يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا طب يا جماعه من غير خناق تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين بكده نكون حلنا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية. باين لي دي اوكي. لا بص يا فتحي، خش زوم اوت عليها، زوم اوت، خش عليها فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. من احد شوارع القاهره العامره بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا باحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي في انا مدام مش مزموزيل؟ طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظفه في هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركبها عشان اروح وظيفتي. مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف ايه ده؟ ايه ده؟ اوف زهقوني. تعالي يا ماما، تعالي يا ماما. انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوره من الجامعه مع تامر صاحبي، وبعد كده اتخانقت معاه قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس؟ مش ممكن. مش حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه وشمس حاميه خالص ومستنيه الميكروباص ما جاش لحد دلوقتي.
طيب هنتقل يا موز يا امو. تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي، كل مره بقى بوظين لنا المقدي. يو اوعي، معلش يا استاذ رفعت انا اسفه، هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل هنكمل. اه خش عليا. أعزائي المشاهدين، إحنا شفنا دلوقتي إن المشكلة الرئيسية للشعب هي المواصلات. يا ترى إيه الحل؟ توك توك. الله، توك توك، حلوة أوي المواصلة دي. أخيراً أخيراً هلاقي حاجة توصلني هيئة النقل وأروح الوظيفة في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان أنا ما عنديش فيليسيون. ماما أنا عايزة أركب التوك توك. حسبي يا ماما، حضرتك يعني كقائد مركبة توكتوكية يعني شعورك ايه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني، ما احنا المركبة الكركوتكية اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني، لا، ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا، انا عامل ده خدمة للشعب اللي مش لاقي مواصلة توصله. والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة، وده يعتبر مخالفة من الاخر يعني. رخصتي يا حضرتك اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما يعني عدم المؤاخذه يعني الحكومه سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومه يعني عدم المؤاخذه وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 كده؟ يا جماعه هنبقى حطينا ايدينا على لب القضيه، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفه عادي؟ لا بجد خايفه 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 يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا، واحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطه بتاعه تاتا تي في، اكيد يعني هيعجبهم لانه مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل عادل، رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعاده. طبعا جماعه جماعه مبروك عليكم، خدوا قروا الجواب واستمخوا واستمتعوا، والليله ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابه الخير. شكرا يا سناء. شكرا لك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس لا لا لا، لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايفه اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي ايه مكانها فين؟ الحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش، انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا، حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في ممكن نديهم البرنامج، اكيد هيعرضوه، وما دام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي. خلاص ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل، انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي، بقاله جمعتين واخده، وبعدين 40 فردوس الله يرحمه بعد جمعة. حاضر يا ماما، بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر، نمرته موجودة هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعة الترزي؟ اه موجودة هنا، شوفها عندك. سيب الانتكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبة انا واقعة فيها. عادل ثانية واحدة بس، مصيبة ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجة مضايقاك يعني؟ اه طبعا حاجة تضايقني، طبعا تضايقني، امال همسك حجة على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعة جمعة جمعة، يظهر جمعة تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانية واحدة بس اما اشوف عم جمعة ده. عادل عادل خلاص، انا جون بابا مش قادره انا خالص، النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص، انا عايزاك تجيب لي فلوريسون. كرواسون ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حمادي، المشكله مش في النور، المشكله في النظر، فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس، انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه.
ابيع عادل ايه ده واللود بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجه، هيسرع تاني. يو يا ابي ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه، لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر، انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسا من فضلك، بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم، حرام عليكم. عادل انت بتاعي انا، ما حدش يقرب له خالص. هو ايه هو ايه هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه؟ ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه باللي واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدمتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا؟ يا جماعه جيب لي تشانس تاكل مان. بقول لك ايه يا بنتي، يلا نخش جوه. يلا 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 يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل أيه. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا. اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش عارف ارض البيت ده ازاي، الطلبات طول الوقت. يا عادل يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك، انت شكلك راجع من الشغل تعبان وبقى انت بترجع في البيت، بيتك يا قلبي لازم ترتاح. الله 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 الله، ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ هي حيط قلبي انت يا عمري يا قلبي، انت انت جوزي يا حبيبي، اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي. هي الست كده واجبها الانساني والزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه. ساعات تخلعه. عادل اوعى تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه ايه عادل انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغني عني ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. اه محكمه الاسره فتحت عينيك يا هانم. اثر ومن الاخر مصر توقع. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام دي حاجك دي يا استاذ، قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خير مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعه حرف ميم وميداليه كره ارضيه، وفي خمسه اتسرقوا مني وفي واحده واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسه اتسرق؟ انت كل يوم حاجه تسرق وحاجه تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دوله بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم دول ربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين. ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دوله؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه والاسكوبيد دي ب 15 سنت؟ 15 سنت؟ الاستيوبيد ستيوبيد ايه بس؟ ستيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساغ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دوله بقى ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني. ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك، ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشيل، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي؟ ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دوله طب واللي يكبر لك المشروع ده يا عم تدي له ايه بقى؟ بص يا دوله انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى بص في الربع جنيه من 15 سنت.
لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه الجشع اللي انت بتتكلم بيه، وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دوله، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة، علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا اسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يا لا. اه بص بقى يا دولة، احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زوانطتين، على دودتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. آه يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص مدام كده كده فتحنا الكرتونة، إيه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة أنا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ هو أنت هتاكله ياد؟ وأنت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. أطلعها لك. ميدالية بخمس ميدالية بخمس ولا رمزي شعري مظبوط يالا؟ مظبوط ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟ يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده معرفش ايه، وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تطمني معايا يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص، انا اصلا يوم ما افكر اني انجح لو نفسي يعني انجح هنجح بكرامتي بالبرشام اللي بكتبه بتعبي بمجهودي. لكن هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند لازم يبقى مودرن. فسكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده دي بتشتم؟ انت ايش فاهمك برنس؟ عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم، بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام يا نسمة يا استاذ. بص يالا البنات الثانوي دول ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي قوي قوي، شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. أنا رمزي شفت العيال الأرانات دول يالا؟ اه دولة مش هما دولة تدولة اللي فرقعوا لنا الكورة واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك؟ بس أنا بقى المرة دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل أنا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الأسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسة بالظبط. ولو قايلة لهم في البيت إن عندك مجموعة يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده ايه ده كابتن، ده ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى، وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا بس يالا ما تهو بص ما تهيفش القضيه، هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكره يودوها القصر العيني بس؟ والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك نعكسها ما نعكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا اللي بتقوليه ده شكلهم عيال سيء. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما زمان احمد زكي خلص جري. الله لا 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 ولا انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا علشانك، يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا،
ده أنا لدرجة ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني أنا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك أنا خسرت جيل التمانينات كله بسبب الجيل التمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل، ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت آسفة بالعافية اعرف اخد لك معاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم، ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميداليا. وميداليا خشب، الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم، وبقى عندي كاسه دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجبس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبه مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمه دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانيه ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تضر لعلمك يعني. عادل لو سمحت انا عايزك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير. مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26.5 عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه؟ اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3.25 ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كانثى. ذكائي كانثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زي ده. انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه خالص. يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايزه اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز، ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبه لي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي راميه بالرصاص في ميدان عام. ها ما تقول حاجة يا عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي، كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة، أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري؟ وإني محطوطة تحت المايكروسكوب؟ أوكي. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا
يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه هتبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى يا ماما. كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضي عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف والله انا محتار. ايه ده الريحه المكمكمه دي؟ ماما 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 ريحه بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحه زفت. شو 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 بعدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسه؟ عروسه؟ عروسه ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين، واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا. انا مش شايفه اي مستوى. ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده، ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا، زي ما تقولي السهل الممتع. ها ولا يا عبد الستار؟ والله انا محتار. واضح ان الاستاذ عبد الستار على طول محتار. انا بقى لازم تفهم ان بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما عايشه هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكور المانيكور لازم يقول لها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شوفير، لازم يكون في سنترال هيتنج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبه للكوافير والباديكور والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف اننا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو با، في كل الكمالياتات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك. انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت، يعني لوحدينا يعني. يا ديسا، ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقة 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون فيه كاميريرا، يكون فيه ناس بتاعت المساج الباديكوريست مانيكوريست فندها هنا في البيت. ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجودة هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء، ايه يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب كوعة يا اخويا كوعة، 3 سال دو بان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هستلف، يعني قصدي هتصرف يعني ان شاء الله، حتى ابيع كاسة الضبي الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي؟ ايه دي نوبطة دي؟ بقولك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول، نشوف اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز معلش، انا بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلوقتي وتري فاتيجي، فطلعت تعمل ان سيستا. ايه رأيك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار. ازيك؟ دوسمون شيري دوسمون، فيان فيان. دي وقع خالص يا ماما، دي وقع من 7 دور عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعاشي واحده عره زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مستتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا، ومبروك لينا جميعا. وحد بقى يسمعنا زغروت اخواننا، وعقبالك كده هو يا نجلاء. فرحت كأي فتاة ساذجة مراهقة تافهة.
هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدله السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحه. يا ابني اصلا انا عروسه لقطه. يا طب ما انا برضو لقطه، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل، من الاخر يا حبيبي انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليكي، لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل، من الاخر هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بصي يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا سيدي يا ناس مل عليك، يا ناس مل عليك، هتجيبي لي فستان سهره يا حلوه يا قمره. لا مش هينفع بقى، اهم حاجه اجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين انهي؟ اللي هو بتاع الحفله التنكريه. يا عم تولع الحفله التنكريه، مش مهم يا عادل بنتي، ايه المهم انت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهره؟ انا بفكر صراحه يعني ابيع الكاسه الاحمر الدبل، فاكراه ولا فكرك؟